حزت الله The God Helmet، جهاز تجريبي آخر طوره عالم النفس الأمريكي المعاصر ستانلي كوران وعالم الأعصاب الأمريكي المعاصر مايكل سينجر لدراسة التجربة الدينية من خلال تحفيز منطقة الفص الصدغي تمبور اللوب، واللي كان في نتائجه رد فعل المرضى اللي مروا بالتجربة إنهم بيحسوا بوجود كيان أعلى. الجهاز بيستخدم مجال مغناطيسي ضعيف جدا، تقريبا في نفس قوة المجال المغناطيسي اللي بتولده سماعة التليفون، وأضعف ملايين المرات من جهاز المحفز المغناطيسي للمخ Transcranial Magnetic Simulator. سينجر في ورقة بحثية بعنوان الحث الكهرومغناطيسي للحالات الغامضة والمتغيرة في المعمل The Electromagnetic Induction of Mystical and Altered States Within the Laboratory، نشرها سنة 2009، أقر إن الأفراد تحت الاختبار بيقولوا إنهم بيحسوا بتجارب غامضة وحالات متقلبة ومتغيرة Mystical Experiences and Altered States وقت ارتدائهم للخوذة. بالرغم من انتشار التجربة ونتائجها عبر وسائل الإعلام المختلفة، إلا أن التجربة لم تؤكد بعد بشكل مستقل. محاولات فريق علمي آخر لإعادة إنتاج نفس التجربة باءت بالفشل، اللي بيضعف علميا من التجربة. لكن سينجر وفريقه ادعوا أن الفريق الآخر أخطأ في إجراء التجربة معمليا، وما زال الجدال دائر حول مصداقية التجربة. على أي حال، سينجر وفريقه البحثي أجروا تجربة بالجهاز هدفها كان إثبات أن إحساس الإنسان بنفسه ذو شقين منقسم بين فصين المخ، لكن الفص الأيسر هو اللي بيقود عملية إدراك الذات. وسينجر جادل أن فصين المخ بيشتركوا في إدراك المخ للذات، لكن تحت ظروف معينة قد يدرك المخ الذات في حالة ازدواجية. ومن هنا سينجر وكورين صمموا الخوذة علشان يصنعوا الظروف اللي بيكون فيها الفصين في حالة عدم تناغم والإنسان بيدرك ذاته بشكل مزدوج. سينجر وفريقه أطلقوا على الحالة اللي بيفقد فيها التناغم بين الفصين Inner Hemispheric Intrusions، ومن هنا سينجر طرح فرضية إن الحالة دي هي السبب إن الفرد تحت الاختبار بيدرك ذاته بشكل مزدوج، الأمر الغير طبيعي على المخ، وبالتالي المخ بيفسر ده بشعور بوجود كيان آخر، وهو ده السبب وراء العديد من التجارب الخارقة للطبيعة Paranormal Experiences، أو تجارب الإحساس بأن الفرد عاش حياة أخرى في الماضي، أو الإحساس بوجود آخر غير مادي، الأشباح، الجن، الملائكة، أو حتى كيان إلهي علوي الله. معظم الأفراد اللي مروا بالتجربة وارتدوا الخوذة عادة ما بيقروا الإحساس بوجود كيان خفي، الناس عادة ما بتفسروا على إنه الملائكة، لكن نسبة غير قليلة من الأفراد تحت الاختبار فسروا الإحساس بالكائن ده على إنه الله. لكن بشكل عام طبقا لسينجر وفريقه البحثي 80% من الأفراد اللي ارتدوا الخوذة أقروا بوجود كيان خفي بجانبهم. عالم الأحياء الإنجليزي المعاصر ريتشارد دوكنز وأحد قادة حركة الإلحاد الحديث في سلسلة الأفق هورايزن الوثائقية الشهيرة على تلفزيون البي بي سي خاض التجربة وارتدى الخوذة، لكنه لم يشعر بوجود كيان خارجي خفي، لكن شعر بأنه دايخ وأن عنده مشاعر غريبة وبعض الأحاسيس في أطرافه وتغير في التنفس. وأجمل تجربته كالآتي: تقريبا شعرت أني في ظلام دامس وشعور بسعادة غامرة. سينجر فسر تجربة دوكنز وأرجعها لضعف حساسية الفص الصدغي عند دوكنز اللي من الممكن إظهاره من خلال اختبارات نفسية أخرى.